يولد في العالم يوميا 330 ألف طفل، وفي نفس اليوم يموت 166 ألف شخص، وعليه لو حسبناها سنويا سنجد أنه في عام 2022 مثلا جاء إلى الحياة 117 مليون بني آدم، وغادر الحياة في نفس العام 58 مليون بني آدم. وهنا لو تلاحظ أن أعداد المواليد أكبر من أعداد الوفيات، يعني بمعنى آخر أعداد السكان في ازدياد مع مرور الزمن. فلو نظرت للتسلسل الزمني لسكان الكرة الأرضية تلاحظ أنه مثلا في عام 1951 كان عدد سكان الأرض فقط 2.5 مليار نسمة تقريبا، واستمر عدد سكان الأرض في الارتفاع بشكل مستمر إلى أن وصل اليوم في عامنا الحالي إلى 8 مليارات نسمة. يعني بمعنى آخر عدد السكان في ارتفاع مستمر مع مرور الزمن ولا يقل إطلاقا، حتى على الرغم من العوامل الكثيرة التي كانت تقلل من أعداد البشر مثل الحروب كالحرب العالمية الأولى التي حصدت حياة 22 مليون إنسان، والحرب العالمية الثانية التي حصدت 50 مليون إنسان، وآخرها موجة كورونا التي حصدت ما يقارب 15 مليون إنسان. ولكنهم لاحظوا أنه حتى في تلك الفترات الزمنية الصعبة كانت أعداد المواليد أكبر من أعداد الوفيات حتى خلال تلك الظروف. ممتاز، يعني هذا شيء جيد صحيح؟ لا، ليس جيد. فتقرير من الأمم المتحدة جاء فيه أن الطاقة الاستيعابية القصوى للكرة الأرضية هي 10 مليار إنسان فقط، بعدها لن تستطيع الأرض كفاية البشر بالموارد اللازمة وعليه ستنهار. الحمد لله عددنا الآن 8 مليار نسمة، أعتقد الأرض ومواردها ستكفينا إن شاء الله. انظر هنا، تلاحظ أنه خلال 12 عام فقط، يعني من عام 2010 إلى عام 2022، زاد العالم بمقدار 7 إلى 8 مليارات نسمة، وعليه يتوقع الخبراء أنه بعد 15 عام من الآن سيصبح عدد سكان الكرة الأرضية أكثر من 10 مليارات نسمة. أكنها هذا الأمر خاف الكثير من البشر، وأنت منهم على الأغلب، أن نصل إلى 10 مليار نسمة. وبالفعل بدأت تحركات كثيرة آخرها جمعيات تطالب بتوقيف الإنجاب. ما وراء كواليس نهاية العالم. صراحة أنا لا أرى أي داعي للخوف، فمساحة الأرض كبيرة جدا، يوجد لدينا صحاري كبيرة فارغة وقطبين شمالي وجنوبي فارغ تماما، يمكن أن نوزع ونعيش به حتى لو أصبحنا 100 مليار نسمة. صحيح؟ لا، ليس صحيحا. فالمشكلة ليست في مكان العيش أساسا، على فرض أنك تستطيع أن تعيش في ظروف القطبين، على أي ضمان عند درجة الصفر راح تنسى اسمك؟ الفكرة في أن مصادر الطعام والماء والطاقة ليست بهذه الوفرة على الأرض، لذلك هنا جاء العلماء وبدأوا بالبحث عن حلول لهذه المشكلة قبل أن تقع الفأس في الرأس. فكان الاقتراح الأول أن يصبح جميع الناس نباتيين. أعلم الأمر غريب، وعلّوا السبب كالآتي: قالوا أنه لإنتاج كيلو جرام واحد من اللحم نستهلك ما يقارب من 15 ألف لتر من الماء، ولكن لإنتاج كيلو جرام واحد من القمح نستهلك فقط 2500 لتر من الماء. وحسب رأيهم لو أصبح كل البشر نباتيين لن نستهلك مياه كثيرة، إضافة إلى أن 11% من اليابسة تستخدم لزراعة المحاصيل الزراعية، بينما المساحة المستخدمة لرعي الماشية والحياة الحيوانية أكبر من ذلك بكثير، وعليه سنكون قد وفرنا مساحة يابسة إضافية. يقول إدوارد ويلسون عالم الأحياء بجامعة هارفورد في كتابه مستقبل الحياة: لو استمر البشر في استهلاكهم الحالي للمنتجات الحيوانية سنكون بحاجة إلى 4 كواكب مثل الأرض لنعيش عليها. طبعا هذا الحل لم يناسب الجميع ورفضه الكثير من البشر، وأنت منهم على الأغلب. فجاء الحل الثاني المنطقي برأيهم، وهو تقليل نسبة الخصوبة، وعليه لن ينجب البشر بشر آخرون ولن تزداد أعداد السكان. يا بنجوع يا بتقطع نسلنا. بالفعل يا صديقي بدأت تظهر جمعيات تدعو إلى عدم الإنجاب، مثل هذه الجمعية التي تختصر جملة حركة الانقراض الطوعي للبشر، والتي تدعو إلى إيقاف ما سموه بجريمة الإنجاب. تفضل، يعني تفضل. فآرثر شوبنهاور الأب الروحي لأساس فلسفة اللا إنجابية يقول في إحدى كتبه: ينجب الإنسان الأطفال مسببا لهم وله التقدم في السن والشيخوخة والموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحجج تسويقية كثيرة ساقتها تلك الجمعيات، مثل لماذا سأنجب طفل أخرجه من تحت الركام، دلالة على الحروب التي يمر بها البشر، ولماذا سأنجب طفل يحمل هما وعبا أنا أحمله الآن، دلالة على الافتقار الموارد الطبيعية والفقر. وأخيرا قالوها بكل بجاحة: الإنجاب ضد الأخلاق على لسان النسويات، دلالة أن المرأة ليست وسيلة فقط للإنجاب على حد وصفهم. وأفكار كثيرة مسمومة جدا كلها تدعو إلى عدم الإنجاب، على رأس تلك الأفكار نشر الشذوذ لتقليل الإنجاب. ولكن كل هذه الأفكار لم تقنع عقلا سويا متزنا بعدم الإنجاب، واستمرت أعداد السكان في الارتفاع مع تقدم الزمن. حينها جاء بعض المسؤولين الغاضبين واقترحوا أن يكون عدم الإنجاب إجباري على البشر، وبالفعل
طبق الأمر في الصين التي تعتبر أكبر دولة في العالم من ناحية عدد السكان، بها 1.5 مليار نسمة لوحدها. قامت هذه الدولة في عام 1980 بوضع قواعد صارمة للمواليد، بحيث كان يسمح لكل أسرة تعيش في المدينة بإنجاب طفل واحد فقط، والأسر التي تعيش في القرى يسمح لها بإنجاب طفلين اثنين. ومن يخالف هذه التعليمات كان يتعرض لعقوبات شديدة جدا، مثل جعل الأم عقيم، الإجهاض القسري، الغرامات المالية الباهظة وغيرها الكثير. كان يعتقد المسؤولين بأن هذه الطريقة ستقلل من التضخم السكاني الحاصل، ولكن هذا المنهج لم يؤثر في التضخم السكاني بل استمر في الارتفاع، ولكنه أثر في اقتصادهم وجعلهم مجتمع يفتقر إلى الشباب، وأغلب المجتمع فيه كبار في السن وعجزة لا يصلحون لنهضة اقتصادهم، فالنهضة ترتبط بالشباب كما تعلم. وهذا الأمر جعل الحكومة لاحقا مرغمة عن التراجع عن هذا القرار قبل 3 سنوات. حينها بدأ المسؤولين يطالبون الناس بكل أدب بأن يتوقفوا عن الإنجاب، فالأفكار المتطرفة والصارمة لم تجدي نفعا كما لاحظوا. وبالفعل في فرنسا مثلا بدأوا بنشر مشروع سياسة التنظيم. بين كل تلك المحاولات الفاشلة والغير منطقية، جاء رجل يلبس بدلة وقال بصوت خافت أمامهم: لا يجب أن تخافوا من ازدياد أعداد السكان، بل يجب أن تخافوا إذا قلت أعداد السكان. واقترح اقتراح يبدو غبيا للوهلة الأولى والثانية صراحة. نعم، إيلون ماسك اقترح أن يقوم بإرسال الناس إلى المريخ، حيث يبني مستعمرات هناك تتسع لملايين البشر وعليه يخفف من الضغط الحاصل على الكرة الأرضية. حتى أنه في تغريدة له قال: إذا لم يكن هناك ما يكفي من الناس على الأرض، فلن يكون هناك بالتأكيد ما يكفي للمريخ. هنا رد عليه شخص من نفس المكان بكلام لا يصح قوله هنا. فهمت عليك أيها الحبيب، عندك شخص مسلم لا يجب أن تخاف من ازدياد أعداد السكان على الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ورسولك الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ولو نظرت للأمر من ناحية علمية كما نظر له العلماء، تجد أن المشكلة ليست في ازدياد أعداد السكان، بل هي في استهلاكهم المعيب. أن تجد دولة تعاني من السمنة المفرطة ودولة أخرى تعاني من الفقر المدقع. أن تجد دولة الناس بها يحتاجون ساعات ليحصلوا على لتر ماء واحد صالح للشرب، ودولة أخرى تقوم بإهدار المياه العذبة. فحسب منظمة الصحة العالمية 2.1 مليار إنسان على هذا الكوكب يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب. فمن الناحية المادية زيادة النسل لن تكون مشكلة إلا مع غياب التربية والتعليم والتعبية الاجتماعية والتخطيط العمراني والاقتصادي وغيرها من عوامل التنمية. ومن هو أساس التنمية؟ البشر. فبدون لا يوجد تنمية. فالمشكلة ليست في أعداد البشر بل في إدارتهم. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، وأتمنى أن تشاركوا هذه الحلقة، ودمتم في أمان الله.